السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة ذا فيوتشر كوين وقناة بيتسي وورلد عالم البيتكوين؟ فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. طبعا أصدقائي، بهذا الفيديو راح أتكلم عن تحليل سوق العملات المشفرة وتحليل البيتكوين. طبعا هذا التحليل تكلمت عليه بالفيديو ما قبل الأخير، طبعا الفيديو لم ينتشر بشكل جيد، وطبعا جتنا بعض التعليقات السلبية مثل التعليق الموجود أمامكم. طبعا الأخ في هذا التعليق ما فرق بين التمني وما فرق بين التحليل الفني. طبعا انت بتحليلك الفني لازم تعتمد على اساسيات التحليل، لازم تترك العاطفة وتلجأ الى العقل، في فرق ما بين التحليل وبين التمني. طبعا خلونا نكمل وخلونا بسياق الفيديو الخاص فينا. اما مش فيديو اصدقائي، بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا لبعد الانترو. طبعا أصدقائي، بالفيديو السابق أو بالفيديو ما قبل الأخير كنا في منطقة المشي العرضي موجود أمامكم. طبعا قلنا لكم إنه في احتمال 70% يصير هبوط من هاي المنطقة، في عندي هبوط، في عندي احتمالية الكسر، لكن تعرضنا لاحتمالية ثالثة ما كانت واردة، اللي هي احتمالية الكسر الكاذب. صار عندي كسر وبعده ابتلاع أو شمعة ابتلاعية بتاعت كل الشمعات الصعود السابقة. طبعا بعد الشمعة الابتلاعي وبعد ما فشلنا بكسر المقاومة الموجودة أمامكم، حاليا نحن عند خط الدعم بنسبة 90%. أصدقائي نحن حاليا راح نكسر خط الدعم. ليش راح نكسر خط الدعم؟ لأن فشلنا 3 مرات بكسر المقاومة الثانية، صار عندي نموذج يسمى نموذج القمة المزدوجة. نموذج القمة المزدوجة نموذج سيء جدا وحتميا بيؤدي الى الهبوط. حاليا بعد ما فشلنا بكسر المقاومة ونحن عند خط دعم، عندي احتمال 90% من الهبوط وعندي احتمال الارتداد بنسبة 10% فقط. طبعا اصدقائي هاي النسب نسب تقريبية، لكن على الارجح اصدقائي نحن وصلنا في منطقة خطرة من المتوقع هبوط هذا البيتكوين. حتى نعرف اصدقائي وين راح نهبط، راح نفتح فريم الوان داي او فريم الواحد يوم. راح نمسح كل شيء موجود على الشارت حتى توضح الصورة اكثر. طبعا انا عندي القاع اللي نحن فيه اللي هو نفس القاع اللي ارتدينا منه المرة الماضية بهاي المنطقة عند خط الدعم. نحن توجهنا الى منطقة 69,000 دولار. طبعا صلنا مدة طويلة نحن في هاي المنطقة. طبعا خطوط الدعم التالي اللي عندي، عندي خط دعم على 23 وعندي خط دعم على 15. هاي خطوط الدعم خاصة فيني حسب رؤيتي الشخصية للكسر. طبعا أصدقائي في حال ارتداد واللي هي النسبة الضعيفة، عندي طبعا المقاومات الكبيرة على فريمات الأصغر، بتشوف المقاومات المخفية من الفريمات العالية. أنا عندي مقاومة حاليا على 32,000 وعندي مقاومة على 42,000 وعندي مقاومة على 49,000 والمقاومة الأخيرة على 69,000. طبعا في عندي مقاومة على 53,000، هاي مقاومة مخفية. هاي المقاومات الخاصة فيني أصدقائي. طبعا أنا برجح احتمالية كبيرة بعد ما فشلنا بكسر المقاومة عند 32,000، أنا برجح الهبوط إلى 23,000 دولار. عندي احتمال وارد جدا اللي هو الهبوط إلى 23,000 دولار، وبعد الارتداد مرة ثانية إلى منطقة 30,000 إلى 33,000 دولار. طبعا وإذا كسر خط الدعم عند 23,000 دولار ممكن نشوف 15,000 دولار. أصدقائي هم نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتضغط على اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة ودمتم بخير.